كيف يختلف؟ ثمة أشياء إذا كان البر بر صلة فالأم أولى، وإن كان البر بر تعظيم فالأب أولى، وإن كان البر بر تعظيم فالأب أولى. والمعنى لو أنك لا تملك مثلا إلا 3000 دينار وتريد أن تهدي هدية، وحالتك لا تسمح إلا بهدية واحدة، فإعطاؤها للأم أولى من إعطائها للأب، فهذا بر الصلة. وأنا أقرب المثل ولا أعني حرفيته. أما بر التعظيم فلو قدر أنك في مجلس ودخلت أمك ولم تقم لها، فلو دخل أبوك حق أن تقوم، لأن الرجل يحب أن يجل وأن يعظم، وأنك إذا كنت أنت ابنه لم تقم له لن يقوم له الناس. فهنا بر الأب يكون بالتعظيم والإجلال، وبر الأم يكون بالصلة والرحمة والشفقة.